بكثير من الحزن والأسى وبحضور لفيف من كبار الفنانين ورموز الوسط الفني والكروي، شيعت جنازة الفنان هشام سليم نجل لاعب الكرة المصري السابق صالح سليم بعد صراع مع مرض السرطان الذي أخفى إصابته به لمدة عام متحاشياً قلق جمهوره. هو كلمني وقال لي ما تقولش ان انا عيان، وقول للناس ان انا كويس، مش عايز حد يتألم عشاني. الله يرحمه يجعل مثواه الجنة، ادعوا له. كل حاجة عشرتنا من واحنا صغيرين لغاية ما كبرنا واحنا اصحاب وكل حاجة، ربنا يرحمه. وانت يا سعادة البيت، ايه مطالبك؟ انا؟ الانتخابات. مش المراهق الوسيم ذو 14 عاما، أولى أدوار هشام سليم وأكثرها تميزا في فيلم إمبراطورية ميم من بين أفضل 100 فيلم في ذاكرة السينما المصرية، وأدى سليم بعدها أدوارا بارزة في عدد من الأفلام والمسلسلات التي لاقت قبولا واسعا، وكانت آخر أعماله التي شارك فيها العام الماضي هجمة مرتدة قبل أن تتدهور حالته الصحية. الله يرحمه كان فنان جميل وإنسان جميل جدا وطيب، واشتغلنا سوا وهو حبيبي رحمة الله عليه. عرف سليم باهتمامه بالشأن السياسي والعام، وقدم برنامجا حواريا على أحد الفضائيات العربية عام 2013، ودعم عملية تحول جنسي لابنته نورة إلى ذكر، مما اعتبره البعض شجاعة نادرة وغير مألوفة في المجتمع المصري. اللي انت تخطيته وصلت له بنفسك لغاية النهاردة محتاجة راجل، ومحتاجة شخصية، ومحتاجة هدف انت شايفه وبتحققه، وانا متأكد انك هتحققه. غيب الموت هشام سليم أحد كبار الممثلين المصريين، ولكن ذكراه ستظل عالقة في أذهان محبيه من خلال مشاركته في عدد من أيقونات الدراما المصرية. أميرة جدلة، الحرة، القاهرة.